السلام عليكم. النهاردة الفيديو بتاعنا هنرجع تاني للكتاب الريدينج بتاعنا. كتب الريدينج مهمة جدا، لأن كتب الريدينج بيبدأ يزود لي نغمة في الإيد اليمين ويزود لي نغمة في الإيد الشمال، ويوريني شكلها في النوتة في الإيد اليمين بيبقى مكتوب إزاي وفي الإيد الشمال مكتوب إزاي. طبعا لازم أعرف إن أنا بدايتي دايما الميدل دو، وأبدأ أزود واحدة في الإيد اليمين أو الرايت هاند وواحدة في اللفت هاند، وأبدأ أكمل بالمنظر ده لحد ما أحفظ المساحة بتاعت الرايت والليفت مع بعض. ما تنسوش بقى دعمنا باللايك وشير والسبسكرايب. نشوف التمرين بتاعنا. في الفيديو 3 احنا وقفنا على ان احنا خدنا نغمة اللا وخدنا نغمة المي وشوفنا بيتعزفوا ازاي. دلوقتي التمرين ده جمعلي الاتنين مع بعض في تمرين واحد. نبدأ نشوف. اول ما بصيت هنا عرفت اني مكتوب لليد اليسار او for left hand. اليد اليسار هنا هي بس اللي شغالة، اليمين مفيش ليه، عشان keep silent، مفيش حاجة مكتوبة لي في اليمين، فمفتاح صل. طيب وهنا تحت اليد اليمين أو right hand، وهنا left hand مفيش أي حاجة شغالة فيها. طيب نبدأ نشوف النغمات بتاعتي. لا سي دو اتنين. عرفت منين ان هي لا سي دو اتنين؟ من الشكل اللي مرسومة بيه. يبقى وان نوار نوار بلانش اتنين نوار، أو طا طا بلانش اتنين. يبقى هنا لا سي دو اتنين، دو سي لا اتنين. احط الكلمات مارش شينك اب، مار شينك داون، ودي هنا بتديني طول شوية عشان ابدأ انقل اللي بعدها. اليد اليمين هي اللي هتبدأ تشتغل، هنقول ايه؟ دو ري مي اتنين، مي ري دو اتنين. نشوف كده كلمات وي هاف فن راوند the town. بالمنظر ده هبدأ أنفذ التمرين على البيانو. هنا هبدأ أحط إيديا الاتنين على البيانو، حتى لو كل إيد هتشتغل لوحدها برضو الاتنين يبقوا ريدي على البيانو. نبدأ باليد اليسار أو بالليفت هاند بتاعتي زي ما أنا شايفة التمرين بدي فيها. بيقول إيه؟ بادئ من نغمة اللا. يبقى فين اللا؟ واحد على الدو، اتنين على السي، تلاتة على اللا. يبقى هيبدأ برقم تلاتة. يبقى اللا سي دو اتنين، دو سي لا اتنين. اليد اليمين او الرايت، دو ري مي اتنين، مي ري دو اتنين. كده انا لعبت يمين ويسار. طب ابدأ بقى اظبط التمرين بتاعي، لان انا طبعا بتكلم وانا بشرح، انا عايزة احس التمرين، ولو اي حد عايز يغني النوتة يعرف يغنيها معي. طيب نبدأ نشوف كده. marching up marching down we have fun round the town. يبقى انا بالمنظر ده اديت التمرين واقدر اغنيه معاه، ما عنديش اي مشكله. نبدا نشوف التمرين بتاعي هنا. برضو ستيل التمرين ده جايب لي الدو ري مي والدو سي لا، ما زادليش جديد عليهم. ليه؟ علشان ابدا برضو احفظهم، بياكد على حفظي. طيب ابدا اشوف اللاين الاول، طبعا مكتوب لي رايت هاند. اللاين اللي تحته ليفت هاند او ايد شمال، بعد كده بيكمل رايت هاند وبيكمل رايت هاند لحد الاخير، اخر بارت بس هو اللي ليفت هاند. نبدا نشوف ازاي. طبعا عندي النغمه الاولى دو ري مي، خلاص هما دول الثلاث نغمات اللي شغال عليهم في الايد اليمين. طب اشوف الريتم بتاعي. الدو دي نوار واحد، ري بلانش اتنين، مي واحد، ري بلانش اتنين، دو بلانش اتنين، ري روندو اتنين تلاتة اربعة. طيب ابدأ اشوف كده. دو ري اتنين، مي ري اتنين، دو اتنين، ري اتنين تلاتة اربعة، ري اتنين تلاتة اربعة. اكمل التمرين. دو الايد اليسار، دو واحد طبعا، سي اتنين لا، سي اتنين دو اتنين، سي اتنين تلاتة اربعة، سي اتنين تلاتة اربعة. يرجع تاني يمين، دو ري اتنين، مي ري اتنين، دو اتنين. برضو مكمل معايا اليد اليمين او الرايت هاند، دو ري اتنين، مي ري اتنين، دو اتنين، مي ري اتنين، دو مي ري اتنين، مي اتنين، دو اتنين تلاتة اربعة، يسار اتنين تلاتة اربعة على الدو. نبدأ نشوف التمرين ده تنفيذه ازاي كده على البيانو. زي ما اتفقنا قبل كده
حتى لو انا هشتغل ايد واحده لازم ايديا الاثنين يبقوا ريدي على البيانو، عشان لما اجي اشتغل بالايد اليسار او بالليفت هاند ما اكسرش الزمن، ما اعملش بروكن تايم. اوكي نبدا نشتغل. دو ري 2 مي ري 2 دو 2 ري 2 3 4 ري 2 3 4. اليد اليسار هتشتغل دو سي 2 لا سي 2 دو 2 سي 2 3 4 سي 2 3 4. يمين تشتغل دو ري 2 مي ري 2 دو 2 دو ري 2 مي ري 2 دو 2 مي ري 2 دو ري 2 مي 2 دو 2 3 4 دو 2 3 4. بالمنظر ده اديت التمرين بتاعي. طبعا انا بس بعمل بروكن تايم في النص عشان اقول اني التمرين هنقل هنا للايد اليمين والايد اليسار. طبعا اللي بيشتغل التمرين المفروض بيأديه كله ورا بعضه وما يقفش الوقفه اللي انا بقفها دي. نبدا نشوف التمرين بقى الجديد معايا. ما دام التمرين جديد يبقى هنا هيبدا بقى خلاص. انا كده المفروض حفظت المي وحفظت اللا وحفظت السي وحفظت الري. هيبدا يضيف لي نغمه جديده، هيبدا يبين لي هنا الشرح بتاعي على الـ 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 الكتاب هنا ايه هي النغمه الجديده اللي عندي. طبعا هنا جايب لي ان دي اهي الميدل دو اهي، وبعد كده هلعب الري وهلعب المي. اوكي هنا الميدل الدول اللي برضو في الليفت هاند مشتركه بين الليفت وبين الرايت، عندي السي لا المفروض ان انا كنت واخده لحد هنا. طب مين اللي جايه تحت اللا في الترتيب بتاعي؟ لو انا نازله هقول ايه؟ دو سي لا صول، يبقى النغمه دي اسمها صول. طيب ولو هي بالحروف الانجليش هتبقى ايه؟ هتبقى جي زي ما انا شايفه، تبقى الدو سي ري دي المي اي السي بي اللا اي والصول جي. نبدا نشوف التمرين هنا. التمرين هنا هيبدأ يقول لي أنا هلعب إزاي. طبعا هنا بديلي من المي مش من الدو زي قبل كده. أوكي طيب برضو نخلي بالنا من الميجرنج بتاعي. الميجرنج بتاعي 3/4. أول حصة خالص إحنا اتكلمنا عن الميجرنج بتاعي وقلنا إني لما يبقى الرقم اللي فوق 3 يبقى عندي 3 وحيد في البارت، يبقى والرقم اللي تحت 4 يبقى أنا ماشية بسرعة الوان أو النوار أو الطا. أوكي او همشي بسرعه التيمبو بتاعي 1 1 1 1. اوكي يبقى مي دو ري صول 2 3 دو ري مي دو 2 3 مي ري دو صول 2 3 صول ري مي دو 2 3 دو. والصول هنا ده الجديد عندي، اني انا بديت دلوقتي العب لما يبقوا مكتوبين فوق بعض بالمنظر ده، يبقى معناها ان هو عايز اليد اليسار واليد اليمين يتلعبوا مع بعض في نفس التوقيت. يبقى دو صول 2 3 دو صول 2 3 دو صول 2 3 دو صول 2 3. وطبعا حطيت لي ارقام الاصابع من اول التمرين علشان ان انا ما الخبطش وامشي صح. نبدا نشوف التمرين هيتلعب ازاي على البيانو. نبدا نشوف كده التمرين بتاعي اداؤه ازاي على البيانو. ايديا برضو زي ما اتفقنا قبل كده محطوطين الاثنين مع بعض. الرايت هاند هتبقى دو ري مي، الليفت هاند هتبقى دو سي لا صول، يبقى الصول هتتلعب برابع واحد. اوكي طيب نبدا نشوف. هو بادئ من المي، مي دو ري صول 2 3 دو ري مي دو 2 3 مي ري دو صول 2 3 صول ري مي دو 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بالطريقة دي زمني مظبوط وممتاز. يبقى النغمة اللي احنا ضفناها النهاردة نغمة الصول، يبقى رابع واحدة من الميدل دو. نخلي الكلام ده في مخي على طول علشان أبدأ إن أنا أحفظهم صح. يبقى أنا المساحة كل مدى عمالة توسع اهي. التمرين اللي بعد كده هبص ألاقيه بيزيد لي الفاء، بيزيد لي وهكذا، كل مرة بيزيد لي واحدة زيادة، واحدة من الرايت واحدة من الليفت، لحد ما يديني مساحة الرايت والليفت مع بعض وأكون حفظتهم طالع رايت ونازل ليفت. خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة.
كملنا تدريباتنا على الدو والري والمي في الرايت هاند، والدو والسي واللا في الليفت هاند، وضفنا كمان نغمة جديدة اللي هي نغمة اللا في الايد اليسار او في الليفت هاند. عايزين تدربوا عليهم كويس جدا. اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده لازم يبدأ يشوفها ويبدأ يمشي معنا صح، علشان لو مشي من النص هيبقى في حاجات توقع منه. عايزين نمشي مع بعض بالترتيب علشان ناخد الفايدة كاملة. ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وفعل الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل لك يبقى على طول يجي عندك. سلام عليكم.